الشباب دول بيقول لك مثلا طيبه. وعايزه اقول للانقلاب مش استحاله تكون ام المثاليه لينا كيفي عبده، يعني هو فعلا ده يدل على زمن الانقلاب فعلا. بنقبل راس كل ام انجبت اللي موجودين في الشارع واللي ماتوا واللي اعتقلوا. بالنسبه للسيسي تاكد ان انت لن تخلع بهذا الانقلاب ان شاء الله باذن الله هينكسر. وطول ما الناس دي في الشارع لا يمكن ان تقعد على الكرسي اللي انت بتحلم بيه. النهارده عيد كل ام فقدت ابنها وابنتها شهيده في سبيل دينها ووطنها. انت امي ربيت اولادك على اصل دينهم وحب ربهم وحب دينهم ويعني بقول كل سنه وانتم طيبه وان شاء الله يا ربنا سبحانه وتعالى يقتص لكم ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقتص لكم ياخذ لكم حقوق ابنائكم وبناتكم. وانا بختار كل ام شهيده وشهيده كل ام وبقول للسيسي انت اخترت في عبده لانهم دول اعوانك واتباعك والراقصات، ولكن احنا انتوا الشعب فعلا شعب الراقصين والراقصات، ولكن احنا شعب المؤمن الشعب الصابر الشعب المجاهد الشعب اللي هينصر دينه وبلده ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله كل سنه وانتم طيبه لكل ام شهيد وشهيده.